البارح دار في الجروب نقاش يعني حول وسامة الرجل من عدمها والتفاصيل حول ذلك يعني، وللأسف ان اللي ثار الموضوع هو صوري لين نزلتها، وكان لي رأي انا وابو عرباش وابو مرزوق وابو عيض حول الموضوع ذا. الزين في الرجال نعمة عظيمة يعني، ما ولا تعيبه، الله سبحانه وضع نص جمال الأرض في يوسف عليه السلام، ولكن الرجال اللي عندها رأس مال يرضى عليها ويزعل عليها ويناقش في وسامته ويحاج ويقارن، هذا بدأ يخلط الزيت بالماء، هذه كارثة كارثة. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذ لم يكن في فعله والخلائق يعني. وإذا هدف الرجل ذا الترزز ودف أنه اعتقادا منه أنه يجذب من يحب فالمصيبة أعظم يعني، يحب العاقلون على التصافي ويحب الجاهلون على الوسامي، فأنت لا كسبتها كذا، لا كسبتها في الطرف الثاني ولا كسبتها عند الرجال. شي جميل ان يكون هندامك مرتب وانيق، انا ما قلت لك اطلع اشعث اغبر للناس عشان تصير رجال، لا بالعكس ترتب ورتب عمرك وحلق، وما بغيت تدهن تدهن يعني اذا الله سبحانه رزقك وسامه بفعله اضف لها شيء انت من فعله يمناك، اضف لها علم غانم، معرفه، شيء تنقل للناس، مدها للرجل في الزوع، من صفات العرب الجميله يعني ذي. ولا خير في حسن الجسوم ونبلها إذا لم يزن حسن الجسوم عقوله يعني، ما اخلط انت عندك وسام، اخلط اجمع ذي على ذي، اجمع لجتمع مال نوفير وراس طيب، وش يردك الكريمة من المراجل، اخلط خلى الدنيا. عموما هذا مو موضوع يا جماعة الخير، هذا رأي كلام في الخاطر قلته ويعتبر رأي يعني، فقد نصيب وقد نخطي وعسى الله يوفقهم يعني، واللي بيركب مع الحلوين فرصته الليلة، فرصته يعارضني ويركب معهم يروح يتركنا، ولكن هذا يعني الله يصلح وفق الجميع. هي ترى الموضوع ما هو بشخصنا، حديث عابرة. أنا موضوعي اليوم عن شيء، عن تخيل أنك أنت نازل للرياض، أنت من هالرياض وما معك سيارة، ولا في بيتك أنت وما معك سيارة، وطلعت للشارع وفتحت لك سيارة، على طول فتحت لك سيارة وصكيت الباب ورحت خلصت مشاويرك وجبت خبز ومدري ايش، تقضيت أغراض ورجعت للبيت ووقفت السيارة في المكان اللي أخذتها منه، ولا في مكان وقفتها ونزلت دخلت، مالك لزومة في السيارة دي، ولا عاد تطلب كالسيارة دي شيء، ولا انت خايف عليها، وسيارة نظيفة ورديتها نظيفة ودفعت حسابها مثل ما هذه حقيقة موجودة الحين. انت مستوعب انك ما تمر مكاتب ولا تروح المكاتب تأجير ولا تسوي ولا قصورهم في مكاتب التأجير ومرهم طيبة عسى الله يوفقهم، بس اذا انت مستعجل ما تمر هذا، تطلع بس تفتح جوالك تشوف السيارات الموجودة عندك في كل مكان في الرياض، تشوفها وبجوالك تضغط تفتح السيارة، تاخذ مفتاح السيارة من الدرج، تشغل السيارة، تبي يحس بالدقيقة، تبي المشوار بالدقيقة، يلا الدقيقة ب80 هللة عندهم، تروح تخلص لك 20 دقيقة ولا نص ساعة وتحاسب ب20 ريال ولا 28 ريال 27 ريال، توقف السيارة في مكان، توقف بس يعني لا توقفها عند بيت ناس، ولا سيارات بأنواعها، وقفها عند علم في مواقف زينة ولا في شارع زين ولا في مكان آمن عند مسجد، ولا وانزل وطق التطبيق وحاسب وروح سيارات، تخلص مشاويرك تشيل هلك معك وتسوي بالدقيقة، فوري الحين. هذا إيكار الله يسلمك، تطبيق فيه أكثر من 700 سيارة منتشرة في الشوارع في الرياض، أنت شوف السيارة القريبة عندك، أو أنت شوف السيارة إذا مثلا ما تبين تركبين مع أحد، ما تبين تركبين مع سواق وتعرفين تسوقين، شوف السيارة خذيها بالدقيقة باليوم فوري بالجوال، وخلص أمورك عليها، رح وتعال وخلص دعاويك عليها، خلص من يوم ما أعلن لها السبع وأنا أراقبه وأقول يا أخي كيف تقدمت التقنية، اي والله الربع يقول التقنيه شيء عجيب، اجي احط جوالي باركود على قزاز السياره وتفتح السياره واركبها واخلص مشواري واحاسب بالجوال وانزل اخلي السياره في محلها واروح. التقدم في عالم التاجير مخيف. شوفوا يا جماعه الخير التقنيه وين وصلت في عالم تاجير السيارات، الاجاره الفوري، انت تفتح الخريطه هنا تشوف كل السيارات حقت ايكار اللي حولك كلها، دائم تلقى شيء حولك قريب، انا بختار مثلا السياره دي اللي قريبه عندي الحين في نفس المكان اللي انا فيه السيارتين، ولكن انا بختار اللي عندي دي، تشوف السياره شيك اللوحه عندك، طال عمرك تبي تستاجر بالدقيقه، تبي تستاجر باليوم، تبي تستاجر بالاسبوع، بالشهر،
كلها متاحة عندك. طيب أنا بأخذ بالدقيقة، الدقيقة فيها 85 هللة حجز فوري. إذا لقيت دخلت ولقيت عروض كويس متابعة الحجز، إذا بتحط تأمين ولا ما تبي تأكيد الحجز. نعم الحين تقريبا بيطلب منك طال عمرك انك تصور السيارة علشان تضمن واللي بعدك يضمن. هذا تصوير السيارة، تبدأ تصورها السيارة من قدام. شفت بخلص تصوير السيارة 4 صور علشان كل يضمن حقه، انت تسلمها نظيفة واللي يستلمها منك نظيفة. يجيك الكود حق التفويض تحطه طال عمرك، وبكل بساطة الله يسلمك تحطه على الباركود ذا وتضغط المفتاح علشان تنفتح السيارة قدامك وتروح طال عمرك رحلتك. تقنية عجيبة جدا، ما خلش إذا ركبت الله يحييك أبد، بس افتح الدرج الله يسلمك، المفتاح هذا هو، بسم الله اتكلنا على الله وابدأ رحلتك يا ذيب. خلص مشوارك، خلص أمورك، عود لبيتك، وقفها بس في مكان آمن. ما شاء الله هو أجر يعني، ما شاء الله هذا القرآن الله يجزاهم خير. وإذا خلصت مشوارك يعني زي ما قلنا لا توقفها في مكان غلط، ولا توقفها عند بيت ناس تحشرهم، وقفها في حديقة، في موقف، في مكان آمن. بس طف السيارة، حط المفتاح في الدرج وصك، خذ جوالك الله يسلمك ويعافيك، تنزل الله شكرا، تنزل الله يطول في عمرك وتنهي الرحلة. 511 والله أنا جات عفوية يا ربع، بس الله حبيت لازم أذكرها معلش أنا سطحي في بعض المواضيع. وتضغط الله يسلمك ويعافيك إنهاء الحجز، تقيم النظافة وتقيم وش رايك في الخدمة، تصور طبعا بخلص صور. ليه؟ لأنك تصور تقول أنا شوفوا سلمتها نظيفة، سلمتها ما فيها لا صدمات لا طقوق لا شيء، علشان ما حد يطالبك بشيء، أنت مصور مباشرة ومعطيهم إياه. الله ينصر دينك يسعد قلبك. فكنت أقول لكم على النقطة دي، أبطل عمرك أنهيت أنت الرحلة تماما، تقفلت السيارة الله يحييك، يشكروك على الخدمة، فاتوراتك بتجيك ويطلع لك هنا بطارية ضعيفة، فاتورة الله يسعد الوجه، عدد كثير كذا مرتين يعني والله واجد، فتجيك على طول الفاتورة على الإيميل، وتجيك على طول بعدها رسالة إلغاء التفويض. ممكن جتنا هذه طال عمرك رسالة إلغاء التفويض، طلعت السيارة من مسؤوليتك. طبعا وفي كل فترة يجي شيء متقدم سواء في التأجير أو في عالم السيارات بشكل عام، هذه كلها عشان راحة العميل. سيارة ذيب تلقاها حولك، لو تفتح تطبيق في الخريطة تلقى أنواع السيارات في محيطك، شيء قريب منك، شيء في الحي، شيء إذا كنت في مول وبتطلع، وشيء إذا في مكان في زحمة. حجز فوري، أخذ سيارتك روح، ومتى ما خلصت شغلك ووقفتها حسب نالك. يعني ما انت مجبور انك تاخذ سيارة بقيمة يوم كامل وانت والله عندك مشوار ولا مشوارين يعني تخلصها ب40 ريال ولا ب50 ريال. فعسى الله يبارك لكم. مثل التطبيقات دي، التطبيقات دي تحملها وتخليها عندك، هاي تفك أزمة، هذه خدمة. يعني انت اذا انت والله متكاسل انك تودي السيارة بعد ما تستأجرها للمكتب، هاي توقفها في مكان. البنزين ما يحسبون عليك البنزين، فالفوري ذا اي محطة تدريس تمرها تعبي ببلاش. طيب ما حولك محطة تدريس ابد، تعبي من اي محطة ب30 ريال، وتصاغ تاخذ الفاتورة وتصورها لهم يردونها في محفظتك ال30 ريال دي. يعني ومحطة تدريس دي كلها الموجودة تعبي ببلاش الك. فهم لقوا وش حاجة الناس وصلحوا الخدمة دي. هذه سيارة تستاجرها تخلص مشاويرك عليها تردها، تبي يوم تاخذها، اظن اليوم في السيارة الاولى ب150 ريال اليوم كامل، وتوقفها وين ما بغيت، وين ما بغيت يجون ياخذونها من عند البيت من عندك ما لك لزوم. تبي تستاجر شهر، انت جاي للرياض ولا رايح المدينه شهر، خذها شهر حاسب من عندك. والسيارات دي اللي في الرياض في فريق دايم يمرها ويغسلها، سيارات
غالبا تيجي تلقاها مغسله، فريق يغسلها، فريق يسوي لها صيانه، فريق ومعك خدمه عملاء دايم جاهزين. عندهم 700 سياره، مستوعب كبر وضخامه خدمه العملاء والتيم اللي عندهم، ترى مو بشيء سهل مره. ها ايكار خطوه جديده جدا في عالم التاجير، خطوه جديده وسريعه. كم شوف كم اخذ مني وقت عشان اخذ استاجر السياره، بالضبط بالضبط اخذ مني 4 دقائق، 4 أو 5 دقائق عشان استاجر سيارة، بعد 4 عشان بس امانه يعني اجي اصورها من كذا جهه. تاخذ سيارتك وتروح، خلصت مشوارك مو بلازم تردها في نفس المكان، وقفها هناك. تبي تطلع مع اخوياك، رحت وقفها واطلع مع اخوياك، كان هالمشوار وروح. ومنتشره في الرياض، خدمه وقيمه اضافيه في تطبيق ايكار، انا مفتون فيه من اعلان السبع. وفي الاعلان ذا طال عمرك هذا كود يخصم 50 ريال، 50 ريال يعني مشوار ابو ساعه، خلص امورك وجرب، وها شوف امورك، هذا الكود تحطه طال عمرك في المكان ذا في الرمز الترويجي، كل ما قلت القيمه مريح راسك، يعني من يوم ما تنزل في اي ديره وانت عارف ان التطبيق ذا عندك، ما يحتاج تروح مكاتب او ما تعرف محلاتها، فالتطبيق ذا تاخذ سيارتك وتحط اجارك الوقت اللي انت بيه. فهذا هو التطبيق، اذا كان عندك ما معك سياره مشوار قريب ابو ساعه نص ساعه 40 دقيقه بتخلص لزومك ورد سيارتك عند البيت وطال امرك وانزل وخلها، وموفره عليك ان شاء الله. اعذرونا على الاطاله، اعذرونا على القصور، ونشوفكم على خير في امان الله. نقطه اخيره بس يعني، ولا عليك امر، لو تبي تحمله وتشوف وش السيارات اللي حولك في حال احتجتها، يعني في حال جاء عليك ظرف ولا شيء تشوفها وتشوف ها وين بالعاده يوقفونها، وين تفاصيلها كلها تبين لك في الخريطه على طول من قبل لا تشترك، هي طالعت لك اماكن السيارات كلها. الحين صدق فمان الله.